فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. وقد روى الترمذي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم أنهم من أبناء فارس، إلى غير ذلك من آثار رويت في فضل رجال من أبناء فارس. نعم، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، هذا فيه دليل على أن الله يحفظ هذا الدين ويهيئ له من يقوم به، فإذا تولى عنه قوم من العرب قد ييسر الله له قوما من العجم، لأن هذا الدين ليس للعرب وحده، وإنما هو للبشر كلهم، لبني آدم كلهم، البشرية كلها. فإذا أعرض عنه قوم فإن الله يقيض له قوما آخرين إلى أن تقوم الساعة، والله يهيئ لهذا الدين من يقوم به. بل ورد أن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، فهذا الدين محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى.